15. عدنا من جديد، اهلا وسهلا بكم جميعا. شفنا البارح الاخبار اللي للاسف غادرنا الممثل القدير مراد كاروت، اللي عنده مسيره كبيره كبيره برشا في تاريخ الانتاج الفني في تونس. البارح 28 جوان غادرنا، ويعتبر طبعا الراحل مراد كاروت صاحب المسيره الزاخره بالاعمال المسرحيه اللي بدات من عام 1962 من إنتاج جمعية المسرح الإفريقي، وكيف كيف كانت عنده تجارب مهمة في الإخراج المسرحي عام 1986، كيف كيف كان من إنتاج جمعية الإنتاج المسرحي، أسس رصيد فني ضخم يشمل أكثر من 63 مسرحية، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية، الأفلام التونسية الأجنبية من بينها جمرة سيدي محروس، حكاية عبد العزيز العروي، وردة للمخرج حمادي عرافة، سلسلة بوليس حالة عادية، فاميليا لول، الرئيس، وكيف كيف مشاركات كبيرة في السينما العربية. ولهنا طبعا فرصة باش نترحموا على الفقيد اللي طبعا فقدته وخسرته الساحة الثقافية. إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر أهله، ويبقى أكيد جدا ديما في ذكرتنا وفي في في تاريخنا الفني في تونس، مهما كان، سواء مسلسلات، سواء مسرحيات، سواء أفلام، سواء إنتاجات خاصة عديدة انطلقت كما قلت لكم من عام 1962 في رصيده، واللي مازال اليوم طبعا تحملها قنوات اليوتيوب وبعض المواقع اللي تسجل الأعمال هذه. إن شاء الله ربي يرحمه مرة أخرى ويصبر أهله ويكون من أهل الجنة بإذن الله. 8:37 دقيقة نمشي مع ألفا.